بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده بتقول حكمه جميله قوي. بتقول ايه الحكمه دي؟ بتقول اذا اقتلعت الرياح كوخك فاعلم ان الله يدعوك لتبني قصرا. لو الرياح وانت راجل غلبان عندك كوخ وجات الرياح كمان وقامت واخده الكوخ، اعرف ان ربنا بيقول لك هديت لك الكوخ عشان تبني قصر كبير. يعني ايه؟ عايزه تقول ايه الحكمه دي؟ اوعى تفقد الامل، اوعى تيأس، انت قادر. لو قررت ان انت تستطيع انك تعمل حاجة انت تقدر. اوعى تستقل باي قدرة بسيطة فيك، انت قوي لو قررت تبقى قوي. انا بهدي الفكرة دي للشباب، بهدي الفكرة دي للشباب المحبط، بهدي الفكرة دي للشباب اللي عنده بطالة ومش لاقي شغل. انت قادر لو قررت. القصة ايه؟ القصة قصة واحدة ست ألفت كتاب، بس هي مش ست عادية، هي اسمها سوزان سبنسر. سوزان سبنسر دي مصابة بشلل كامل في كل أطرافها، كانت إنسانة عادية وفجأة شلل كامل في كل أطرافها، ما عدا إيه؟ ما عدا صباع إيدها اليمين الإبهام، صباع واحد بس فقط اللي بيتحرك فيها بحرية كاملة زينا كده، صباع واحد. طب وبقية الجسم كله في حالة شلل. يا نهار أبيض، إيه الست دي؟ إيه سوزان دي؟ عملت إيه؟ دي قررت تكتب كتاب عن قصة حياتها الأسرية وقصتها مع الشلل علشان تكون حافز للناس اللي في وضع صحي سيء أو اللي يأسين إن مفيش أمل في الحياة. وقامت كاتبة كتاب اسمه Until I Say Goodbye، لغاية ما أقول مع السلامة. الكتاب عمل من أشهر الكتب مبيعا في العالم، عمل كمية مبيعات خرافية. وسبب شهرة الكتاب إن هي تصورت وهي بالإبهام إزاي بتكتب، وإحنا حاطين الصورة اللي يدخل النهاردة على الإنترنت، على الفيسبوك، على صفحتي على الفيسبوك، حاطين صورة الست وهي على الكرسي المتحرك بتاعها ما بتتحركش، وصباعها الإبهام اللي كانت بتكتب بيه، وجنبها كمية الكتب اللي اتباعت من كتابها. الغريب يا جماعة إن هي فضلت تكتب شهور طويلة. ليه؟ لأنها بتكتب الكتاب بصباع واحد، لانها بتكتب على الكمبيوتر بصباع واحد. كتبت الكتاب على ايه؟ مش على الكمبيوتر، انا اسف، على الايفون بتاعها. فضلت بصباع واحد كل يوم تكتب، كفها اليمين وده الصبع الوحيد السليم في كل اطرافها. يا نهار ابيض، وخلصت الكتاب. صدقوا ان الكتاب مش رفيع، يعني انا قدامي الصوره لما تدخل على النت تشوفوها، لا الكتاب كبير. فضلت تكتب وتكتب وتكتب، وبقى من أكثر الكتب مبيعا، واغتنت الست لأنها عملت فلوس كتير. أنت قادر لو استطعت. لو الرياح هدت كوخك وأصابتك بكل المصايب، ربنا بيقولك لسه جواك طاقة، أنت سر من أسرار الله في الكون. ربنا من قدرته في الكون خلاك من أقوى الأشياء في الكون. لو أصريت أنك تنجح، لو أصريت أنك تعمل حاجة، اوعى تستسلم. بسمة أمل لكل شاب وفتاة مش عنده بقى إبهام واحد، عنده جسد عفي مليان قوة وطاقة عشان ينجح في الحياة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.